مراد طارق حمزة شباب من أحياء متفرقة من ولاية عنابة عشق تربية الكباش لكنها كباش غير عادية بعد أن تحولت إلى أبطال في المصارعة لتتجاوز شهرتها الحدود المنطقة جعل بورصة أسعارها في ارتفاع مستمر أين يتجاوز سعر الواحد منها؟ 65 مليون سنتيم عندنا كباش ملاح في عنابة عندنا المعصب عندنا المريول عندنا كباش ملاح عندنا تافيالي هذا بوكماما عنده 14 كومبا نورموند هو الشامبيون، ما كانش اللي عنده لي كومبا قدو، أربع سنين وهو عندي، عطوني 65 مليون وأنا ما رانيش نبيع فيه باسكو نحبو. هذا بلا كومبا يتصنف فوق 30 مليون. باسكو عنده صفة الكبش تاع العراق. من الأخر هادي الكبش ولا يوصل حتى 40 مليون، 20 مليون، 30 مليون. كل كبش و فالير تاعو. طرق خاصة لترويضها ونظام غذائي مميز لإطعامها. ووصفات طبيعية لعلاجها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لكباش المصارعة حتى لا تصاب بالترهل والكسل دواوات صعاب شوية هاك دفاع يمدلو بكرة مش ملاحة دفاع يعطيه دواء مش مليح نولي وحنا نفيته ودك الدواء كما تاع فرنسيس كما يقولوا حنا نخدموا بدواء عرب عنا واحد خلطة يديرو هنا في واد زياد فيها العدس فيها تيعو يأكل فيه شيو عنده البيكور تيعو كل شهرين دواء تيعو كل شهرين كل كنز يشرب الرايب هو عالم كبير في ولاية عنابة كله إثارة وغرابة أبطاله كباش من الطراز الرفيع ومخرجه شباب متيمون بتربية كباش المصارعة حد الجنون